انا الاسم ديالي مهرجان اردوغان، الساكن بحي كوزيمار عين سبع الحي محمدي. الان جاتنا واحد الاستفاده ديال الديور اللي كنت ساكن فيه، ولكن انا كنطلب من المحسنين والاخوان المسلمين باش يتعاونوا معايا من هذا المنبر، حيت انا شخص معاق الاعاقه حركيه، وانا كل ما جاتنيش الاستفاده كما قلت نقدر كنخرج كنقلب على راسي، كان يعني المسائل ديال الدار كنقدر بها والحمد لله، وكيتعاونوا معايا الاخوان المسلم الناس الجيران ولا. ولكن ملي جات كورونا الان كلشي عارف بلا ما غادي نهضر انايا، الناس يعني كلشي على عين بهذا بان تازمات الوضعيه وتازم الوقت. انا داخل لهاد الدار كما كتشوفوا معانا يعني من 2010 ما درت فيها لا اصلاحات لا والو، كيف دخلت لها كيف باقي، حيت يلاه غادي كنبيع التدخين وكنبيع كلينيكس كما كيعرف الجميع هنا الناس. لا ما الى شركه طلبوني وبغاو كيتساعدوا معايا ملي كيشوفوني انني معاق ما نقدرش نلبي الحاجيات ديال هذيك الشركه، فكي يتعاونوا معايا بقدر بواحد القدر ديال المال وكيصيفطوني كيدخلوني سيكوريتي، كنخدم يومين كضرني رجلي ولا كيضرني ظهري وكنخرج بحكم الاعاقه اللي عندي، ما نقدرش نجلس 12 ساعه نوقف ولا. عندي 46 عام ودابا صيفطوني انا البنكة مشيت ليها وسولت، انا عندي 46 عام داروا لي 14400 لمده 26 عام. انا مأكد يعني ماشي كان مأكد 100% بانني ما غاديش نقدر على الطريطه، وانا غادي نمشي لهذيك الدار غادي يخرج يجري عليا او ما غاديش نقدر نسدد الفواتير ديال الطريطه، لان هذا مأكد. واش غنقول لك اختي من هذا المنبر، انا كناشد اخوان المسلمين والمحسنين في اي مكان في المغرب باش يتعاونوا معايا ويساعدوني، لان كما كيشوفوا الوضعيه ديالي صعيبه وصعيبه بزاف. انا انسان، انا واحد الانسان اللي معاق، عندي يعني لي كارد ديال الجمعيه وعندي شهاده طبيه اللي كتثبت الاعاقه ديالي، او الناس تشوفني مباشره. انا ما طالب من هاد الدنيا والو وما كنطالب والو، كنت عايش والحمد لله كنت بخير غادي زعما مع الوقت الحمد لله، ولكن ملي جات الاستفاده وفرحت بها، ولكن من بعد كنتصدم بان غادي نخلص 12 مليون. واش يعني في اي واحد غيشوف هاد الشخص يقدر يسدد المبلغ ديال 12 مليون؟ ما نقدرش، صعيب وصعيب بزاف. وبالنسبه للناس اللي استافدوا كاع كاملين معايا، الناس راهم مشاو وراهم جاو السلطات اللي ريبوا الديور كاملين لحيدهم، وحنا حتى حنايا كاع الناس اللي عطاوهم الاستفاده راه عطاوهم واحد المهله، الا ما مشيتش سدت ما مشيتش للدار او ما كملتش الاجراءات راه مأكد انا 100% غادي نكون في الشنقة انا وهاد السيده لا رحيم لا، يعني عارف راسي مأكد يعني غادي نكون في الزنقه وما عندي حتى واحد اللي غيتعاون معايا. امنيتي الوحيده هي تحقق شي اخ ولا اخت ولا من المسلمين، ربي اللي غادي يخلصوا، واخا نقول انا اللي قلت ربي اللي غادي يعوضوا عليها. هادشي اللي كنتمنى من الحياه، وما باغي حتى حاجه ونعيش انا وهاد السيده تدفني ولا ندفنها.